للنجاح طعم لا يضاهيه شيء آخر بالحياة، وللتكريم عند المبدع مكانة خاصة لو كرم عشرات المرات بيضل بحالة نشوة وفرح عن تقدير مجهوده وعطاءاته. جائزة بياف 2017 عابقة بها اللحظة بالفرح والامتنان والنجاح الكبير. أدعو الفنانة التشكيلية الرائعة لينا كيليكيان، وأدعو الفنان بودي ديب المصمم اللبناني للإعلان عن جائزة موسيقية فنية بامتياز. Good evening. Bonsoir, Rima. Bonsoir. الصورة عنده بتحكي، والحجر بيصير أيقونة بالإيمان، وكل شيء مسموع هو مقبول. الإيدان اللي رح تحمل تروفي بياف 2017 هي إيدان مبدعة، شفافة، قوية، لا بل خارقة، قادرة تجسد بشكل استثنائي الحلم والخيال والحقيقة. جائزة بياف للنحات اللبناني من أصل أرمني مكرتيش مازمانيان. عشقت الفن نحتا وإبداعا، فخلدت شخصيات استثنائية عبر التاريخ. أخرجت من الحجر والحديد وجوها لرجال بنت أوطانا، ولعمالقة في الفن والفكر والسياسة وحتى القداسة. في يريفان وفي بيروت وفي رحاب الأرض الواسعة عرضت أعمالي. مزجت في أعمالي بين الإنسان والطبيعة وأظهرت النواحي الجمالية. عنوان أعمالي هذا العام امرأة الشرق الأوسط. أكثر من 100 بورتري أنجزتها، من أبرزها للسيدة العذراء ولبطريرك لبنان نصر الله صفير، ولفخامة كميل شمعون، وللبيك صائب سلام، ولشهيد الوطن الكبير الرئيس رفيق الحريري. وفي دول الاتحاد السوفيتي السابق تم اختياري لأنجز تحفا فنية من روسيا إلى أوكرانيا وأستونيا، وبالتأكيد أرمينيا وغيرها من الدول. شاركت في معارض فنية في الولايات المتحدة وسويسرا وغيرها. عضو اتحاد الفنانين في جمهورية أرمينيا والاتحاد الدولي للفن يونسكو. أنا النحات الأرمني مكرتيش مازمانيان. إذن على مسرح بياف فنان من نوع آخر، أناملو هي اللي بتعمل كل الفرق، وهي اللي بتسطر كل تاريخه وإنجازاته. باري ريكو إنس همار ميز بادي وي այս պարգևը ստանալու համար, որովհետև ես 3 անգամ եմ սիրահարվել իմ կյանքում, առաջինը հայրենիքիս վրա Հայաստանի, երկրորդը աշխարի վրա եւ երրորդը Լիբանանի վրա, եւ ես ուրախ եմ, որ Լիբանանից մի երեխա եմ ունենում այդ սիրուց, անչափ շնորհակալ եմ։ Well, good evening everyone. He would like to say that he's very honored to receive the trophy. And apparently he's been in love 3 times in his life. The first one was his wife, the second is the world, and the third time that he was in love is Lebanon. And he's very happy that he's taking a small baby with him. Thank you so much.